قررت ان اتنحى تماما. لا تسقط الغصن الاخضر من يدي. Keep with my soul, bang for him. What are they? Nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. مثلت كلمات العرق والدم والدموع المدخل الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل لإعادة الاعتبار السياسي والعسكري له بعدما تعرض لهزة كبيرة في الحرب العالمية الأولى عندما أخفق في المهام العسكرية التي كلف بها في نهاية الحرب، مما أدى إلى عزله عن منصبه كقائد للقوات الجوية الملكية وخروجه من حلبة العمل العسكري والسياسي طيلة 10 سنوات منذ عام 29 من القرن الماضي. منح القدر تشرشل فرصة جديدة لرد الاعتبار، فقد عينه رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين وزيرا للبحرية في حكومة الحرب عقب إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا عام 39. وسط تفوق واضح لألمانيا في الميزان العسكري أمكنها من اجتياح كل من النرويج وهولندا وبلجيكا وفرنسا. Goodbye, Mr. Chamberlain. And thanks for all you've tried to do. وأمام الضغط العسكري الألماني والمجتمع السياسي البريطاني استقال تشامبرلين وكلف تشرشل بتشكيل حكومة حرب جديدة في 10 مايو عام 40 مع توصية بتشكيل وزارة تمثل أطياف المجتمع السياسي البريطاني، وهو ما شرع فيه تشرشل حتى موعد إلقائه خطابه الشهير أمام مجلس العموم البريطاني في 13 مايو عام 40. وبينما تعالت أصوات داخل البرلمان البريطاني تطالب بالتفاوض مع ألمانيا، ألقى تشرشل خطابه الشهير معلنا عن تشكيله للنواة الصلبة لحكومة وحدة وطنية تضم أكبر 3 أحزاب في بريطانيا، قاطعا الطريق أمام الأصوات الداعية للتوصل لاتفاق هدنة مع الجانب الألماني. But it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history. That we have to be prepared in the Mediterranean. That the air battle is continuous. And that many preparations have to be made here at home. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. عرف عن تشرشل أنه سياسي محنك وخطيب مفوه، ورغم تأثير خطاب تشرشل في عموم البريطانيين إلا أن القوة البريطانية لم تكافئ تفوق الآلة العسكرية الألمانية. وتعرض تشرشل إثر ذلك للوم شديد بعد أن عجزت بريطانيا عن صد القوات الألمانية في اليونان وجزيرة كريت، ولم تتبقى له إلا ألاعيب السياسة ومسالكها لكي يقي الإقليم البريطاني نفسه من مغبة الاحتلال الألماني. انتهز تشرشل مهاجمة اليابانيين للأسطول الأمريكي في بيرل هاربر وإعلان الولايات المتحدة الحرب على اليابان، فأسرع لملاقاة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في فرقاطة أمريكية في المحيط الأطلسي، وتمكن من إقناعه
بتوجيه الجهد الأساسي الحربي للدولتين ضد ألمانيا. وكان لدخول الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الحرب إلى جانب الحلفاء أكبر الأثر في إنهاك قوى الدول المحور، ومن ثم حسم الحرب.